ذكر الفنان التونسي شمس الدين باشا للإذاعة التونسية أنه الفنانة لطيفة التونسية أيضاً اتصلت به من أجل أنه تصالحه مع الفنانة أحلام، اللي أكدت أنه راح تقاضي وراح تسجنه بعد هجومه عليها بسبب مشتركة تونسية ادعت أنه أحلام رفضت انضمامها لبرنامج The Voice بسبب وزنها الزايد. طبعاً وبدوره رفض شمس الدين باشا الصلح معها، كما قالت أحلام أيضاً لا للصلح. أشارت إلى أنه الفنان تسلق على أكتافها حتى يحصل على هاي الشهرة بالخليج. بعدها أيضاً الفنان علق أنه أحلام هي اللي تسلقت على أكتافها حتى تحصل على الشهرة بتونس. سخر طبعاً أيضاً من وجود أحلام على كرسي صابر الرباعي ببرنامج The Voice، متسائلاً من وين الثقافة اللي تخلي أحلام تقعد على كرسي صابر اللي ما تعرف شيء، مشير إلى أنه صوتها متواضع جداً. طبعاً رفض أنه يقدم اعتذاره إلها، وبدوره أكد أنه هو انزعج من كلامها، وإضافة إلى أنه هو حالياً استدعى للتحقيق بناء على الدعوة اللي قدمتها إلى أحلام.